حراك مستمر، لأن هناك من يدير هذه البلد بعقلية اللا إنسانية، بعقلية البطش والانتقام، يظن أن الله منحه سلطة التحكم في هذه البلاد كما يشاء، بعيدا عن القيم الإنسانية، بعيدا عن القيم الدينية، بعيدا عن أي قيم تمس للحضارة بشيء. هذا الشاب يريد أن يقول له كفى اليوم، ومن 14 فبراير 2011 تغيرت المعادلات. إن لم تكن تفهم أن هذا الشعب له حقوق سينتزعها بكل وسيلة سلمية، أنت خارج إطار الزمن، وسيعفو عليك الزمن، وستكون خارج المعادلات.